صباح الخير، منير عجم مع فيديو جديد من حلقة جديدة من مسلسل ولا سلسلة سلسلة الحلقات المعرفة في إدارة المشاريع. مسجل الفيديو ب 16 كانون الثاني، أما جانوري 2017، من منطقة ريموت على البحر قزوين. عم نعطي كورس هون خلال كل الأسبوع عن Cost Estimating Control and Procurement Management. So عدة workshops، تقريبا series of workshops، one day workshops integrated together مع بعضهم، يعني عم نعطيهم هون لأحد شركات الأويل and Gas بريموت location. So احنا بكامب فاسيليتي بستاف accommodation. خلال discussion بهالكورس probably حسجل أكثر من فيديو هالأسبوع، حأتطرق لمواضيع عم نطرحها ونتناقشها بالدورة هاي بهالورشات العمل. أحد الورشات العمل الكومن دائما بنسمعها إنه في كتير ناس وبروفيشنال بيشتغلوا بروجكت مانجمنت بيفكروا بالبروجكت مانجمنت ما في غير البي ام بي والبي ام اي والبومباك. وبالطبع بهالصف كمان نفس الشيء السؤال طلع، ولما بنشرح إنه لا إنه مش الوحيدين، بيقولوا طب أوكي شو في موجود غيرهم؟ بقى اليوم حنركز انه شو في موجود غيرهم. بي ام اي موجوده وعندها كذا شهاده، شيء معروف. البي ام بي هي الاشهر لا شك، اوكي، بس مثل ما حكينا بفيديوهات سابقه هي الاشهر بس مش شرط تكون الافضل. او بغير بي ام اي شو في منظمه اسمها انترناشونال بروجكت مانجمنت اسوسيشن، اللي هي كمان تاسست 1964 اذا مش مغلط، يعني قبل بي ام اي. بس الفرق انه الـ IPMA طريقة تنظيمها وتشكيلها هي مثل مظلة لمنظمات إدارة مشاريع بدول متعددة. يعني مثلا ممكن يكون بدولة بالدول العربية، للأسف يمكن ما في غير بمصر، حاولوا يأسسوا بالإمارات أكثر من مرة ما نجحت. بعرف انه من فترة عم بيحاولوا يأسسوا بالكويت بس ما بعرف وين صاروا فيها. بس ممكن تقول مثلا تنقول الكويت، دولة الكويت يكون فيها منظمة لإدارة المشاريع على مستوى الدولة، وهالمنظمة هاي أما الجمعية بتكون هي عضو بالاي بي ام اي. يعني إذا أنا كشخص حابب يكون عضو بالاي بي ام اي صعب كتير، ممكن بس صعب كتير. بس عادة إذا شرط تكون أنا عضو، إذا في بدولة اللي أنا فيها فيها جمعية تابع على الاي بي ام اي، أنا بكون عضو بالجمعية تبع الدولة اللي أنا فيها، والجمعية اللي أنا فيها هي بتكون عضو بالاي بي ام اي. سبكا بي ام اي بتركز علميا على شيء اسمه competence baseline. يعني هون فينا نميز، أحد الفيديوهات ممكن نتكلم عن تمين ميز بين النالج المعرفة والكفاءة اللي هي competence. فرق كبير، وللأسف أحيانا مش مفهومي صح. يعني كتير بيفكروا أنه البي ام بي سيرتيفيكيشن هي كفاءة، هي بالعكس هي امتحان. رومان وبي ام اي بتقول هي بتثبت كفاءة الشخص اللي عم بيحصل عليها، بشكل عام هي عم تثبت أنه هو عنده المعرفة. ما في شيء ببي ام اي لا بالابليكيشن للبي ام بي ولا بالامتحان بيثبت أنه هالإنسان عنده كفاءة، بيثبت أنه عنده معرفة كنظرية. بس هلا مطبقة هون الاي بي ام اي بتركز على الكومبتنس الكفاءه. هلا عندهم عده امتحانات، كمان عندهم سيرتيفيكيشن، عندهم اربع سيرتيفيكيشن تدرج متدرجه. يعني عندهم اي بي ام اي ليفل دي اللي هي اوطى وحده، هيدي اي نولج بيز اكزام، بيعتخذوا اكزام وعلى اساسه بالامتحان هذا اذا نجحت الواحد بيكون انه اوكي عنده معرفه بالمعلومات الاي بي ام اي اللي هو الكومبتنس بيس لاين تبع اي بي ام اي. يعني مثل ما قلنا البي ام اي بتركز على البروسس، البومبا جايد بروسس. الاي بي ام اي عندهم شيء اسمه اي بي ام اي كومبتنس بيز لاين، اما انديفيدجوال كومبتنس بيز لاين هلا صار بال 2015 غيروه. الاي بي ام اي كومبتنس بيز لاين بيركز على 29 عنصر كفاءة بثلاث كاتيجوريز بيركزوا عليهم. هون بصير هو انه تبع اللي بده ياخذ الامتحان السيرتيفيكيشن لازم يكون عنده فكره على الكومبتنس بيس لاين. بعدين بعد الاي بي ام اي ليفل دي في الليفل سي، الليفل سي اللي هي اعلى من البي ام بي. بس اجين اذا بنحكي مع حدا من بي ام اي بيقول لك لا البي ام بي اعلى. بالعكس علميا وفي كثير دراسات اثبتت انه اي بي ام اي ليفل سي هي اعلى. و تاخذ الاي بي ام اي ليفل سي
في امتحان بس في كمان انترفيو. اوكي. والليفل سي هي تعني ان اذا واحد حصل على الليفل سي معناتها هو قادر يكون كمدير مشروع. فهون في فرق عن البي ام اي. اوكي. مدير مشروع بس لمشروع صغير ولا بسيط ولا متوسط. اما مساعد لمدير مشروع معقد اما ضخم اما كبير، مش ضخم يعني ميجا، بس انه لارج بروجكت ولا كومبلكس بروجكت. الليفل بي سيرتيفيكيشن هي هون انك انت عندك الكفاءه انك تدير مشروع يعتبر لارج ان كومبلكس. وليفل دي انك انت قادر تكون مدير دايركتور لمشروع اما لبروجرام اما لشي ميجا بروجكت، هذا الشخص عنده هالكفاءه اذا ليفل اي ولا بيكون اربع ليفلز. غير البي ام اي والاي بي ام اي في عندنا شيء اسمه جابس اللي هي Global Alliance for Project Performance Standard. بيختلف جابس عن عنهم كلهم انه ما في عندها سيرتيفيكيشن، بس شبيهه شوي، عندها شويه شبه بالبي ام اي بي ام اي من ناحيه انه بتركز على الكومبتنس. وهون هن دي ببلش ستاندرد اللي هن واحد اسمه Project Manager Standard، Program Manager Standard، وعندهم بروجكت سبونسر. هلا جابس مش منظمه في واي واحد منا يفوت يعمل عضو فيها، فمشان هيك تختلف جدا عن معظم الجمعيات البروجكت مانجمنت موجوده بالعالم. هلا الشيء اللي بيميز جابس واي بي ام اي وجي بي ام اللي حاحكي عنها هلا بعد شوي عن بي ام اي، انه معلوماتهم مجانيه. يعني اي شخص فيه يفوت على زير الويب سايت تبعهم وينزل المعلومات الستاندرد الموجوده ويستخدمها. بينما بي ام اي اذا ما كنت عضو دافع عضويتك وعضويتك ثابته، مش انه مثلا الواحد كان عضو خلصت عضويته وخلص، مجرد ما تخلص عضويتك ما لك حق بقى تعمل تفوت على البي ام اي ويب سايت وتعمل داونلود لاي شيء. بينما الاي بي ام اي ولا الجابس ولا جي بي ام فيك تفوت وتنزل ستاندرد بغض النظر مين حضرتك، وبطبع المعلومات موجوده، حتى ممكن يسمحوا لك انك انت توزعها، الشرط انه تضل تخلي معلوماتهم عليها مش انه توزعها تحت اسمك. جي بي ام جلوبال هي منظمة تأسست قبل 10 سنين، من شي تقريبا 9 سنين اما 8 سنين. سكاد شريكي بالشرق بمنطقة شريكي للجي بي ام بالمنطقة الدول العربية. جي بي ام بتركز على sustainability الاستدامة بإدارة المشاريع، وعندهم guide وstandard اللي مرتبطين بموضوع الاستدامة بإدارة المشاريع. يعني هون تركيزهم أكتر هني بالإدارة بيركزوا على ISO 21500، بس كتركيزهم أكتر هني على موضوع الاستدامة، يعني موضوع People, Planet and Prosperity، يعني بطبع كل شيء له علاقة بالموضوع البيئي ولا بموضوع المجتمع وهالأمور هاي. مش شيء حلو يعني، بس للأسف السياج إنه كمؤسسة كمنظمة هي غير ربحية جديدة وساها عم تنطلق بالعالم. يعني عندهم 3 certification GPMB والGPM والGPM Master اللي هي بعتقد اليوم في غير 4 بالعالم معهم إياها، يعني كمنظمة جديدة كمان وإسا مش معروفة كتير. هلا ما ذكرنا ISO، في ISO نزلوا guide بال 2012 مسمينه Guidance on Project Management ISO 21500. هلا الايسو وقت تاسس هالشيء كان بطبع بتعاون مع كثير منظمات عالميه، مشان هيك بلاقي فيها بقلبه شغلات من البومباك وشغله يعني بعض الامور معلومات من البومباك، بعض معلومات من اي بي ام اي، بعض معلومات من برنس. ايسو بيركز على شيء اسمه سبجكت ارياز اللي هني 10 شبيهين بالبومباك جايد، وعنده شيء اسمه بروسس جروب مثل البي ام اي 5 اللي هني مرتكزين على مفهوم البي دي سي اي سايكل من الكواليتي مانجمنت. وعندهم بال كبروسس بعتقد 39 بروسس، بينما بي ام اي مثلا 47. هلا جزء كبير يمكن فينا نقول الماجوريتي من البروسسز شبيهين ببعضهم مع البومباك، بس في بعض البروسسز شوي مختلفين اما بمكان مختلف. وكسبجكت اريا مثلا البومباك عنده شيء اسمه هيومن ريسورس، ايسو عنده شيء اسمه ريسورس مانجمنت هو اشمل. هلا البومباك جايد رقم 6 اللي حينزل السنه حيغير كمان، حيتبع حيلحقهم للايسو ويشيل الاتش ار ويبدلها بالريسورس مانجمنت، مثل ما بالاخر اديشن زادوا ستيك هولدر مانجمنت لانه كمان موجوده، كانت موجوده بالايسو.
سو بن ان واي البي الايسو اخذ من البي ام اي ومن الاي بي ام اي ومن غيرهم، بس كمان هن عم ياخذوا منه كمان تكون في اكثر جرب يصير في ترابط اكثر بين بعض. هلا في غير منظمات موجوده كثير، هي ممكن تكون مختصه بالفاليو انجينيرينج والمانجمنت ولا كوست اند سكادجول انجينيرينج ولا الكواليتي مانجمنت، او في منظمات موجوده بدول يعني مثلا باستراليا باليابان بكازاخستان بروسيا بساوس افريكا بمصر، في منظمات اداره مشاريع على مستوى الدوله، وهيدي عاده تعتبر مش كلهم مش شرط بس في منهم عندهم استقلاليتهم، بس كمان هن ممكن يكونوا عضو بي اي بي ام اي. بالطبع اذا هالمنظمات هيدي كانت عضو بالاي بي ام اي معناتها حتتبع بعض نظام الاي بي ام اي من ناحيه الكومبتنس بيس لاين والاورجانيزيشنال كومبتنس بيس لاين، هالامور هيدي حتكون عندهم المراجع العلميه الموجوده للتصدر اي بي ام اي عالميا. بالطبع في ممكن كثير كثير منظمات ثانيه وجمعيات ثانيه وشركات ثانيه مختصه بهالموضوع، بس تركيزنا كان اليوم يمكن على الاكثر شهره بالعالم، يمكن على مستوى عالم بل مش مستوى دوله، يعني بروجكت مانجمنت ساوث افريكا والاستراليا كمنظمات كثير قويه، ولا الاي بي ام باليو كي مثلا بانجلترا كثير قويه، بس انه ويمكن يكون عندهم معروفين او خارج بطبع خارج اليونايتد كينغدم، بس مش انه تعتبر منظمات عالميه. هلا ما بعرف كثير عنه، مثلا اذا انا شخص عايش بلبنان مثلا وحابب بكون عضو بالاي بي ام قادر، صراحه ما بعرف هالموضوع، ما حاولت اتطرق عليه يعني. بعتقد بهالفيديو صارين فيديوهاتنا عم يطولوا شوي لانه في كثير معلومات، اعطى فكره عامه للبيت عن هالمنظمات الموجوده وشو في عندها سيرتيفيكيشن، وبنوقف هون. شكرا.